لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء سبحانه وتعالى. لماذا يذكر الرؤية؟ الأصل أن الرؤية قد تذكر في بعض الكتب، أما أنها تذكر في باب الأسماء والصفات هي ليست من الأسماء ولا من الصفات، لماذا يذكرها؟ نعم الشيخ، لأن كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية، لأنه ما يرى شيء إلا وله صفات، فيلزم إذا أنكر الصفات يلزم من هذا أن ينكر الرؤية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يرى إذن هذا معناه أن له صفات. طيب،